ما تعرفش علي الحسن. بالراحة بالراحة بالراحة. لا والله ما راضي ولا بالمفك. ما راضي ولا بالمفك راضي. شو أخبار معتصم؟ والله هذا صعب. معتصم قرب على الثالث وبياخد بريك. السقة خلص الثاني وداخل على الثالث، ومعتصم بفك بالثالث وبياخد بريك. ده اللي بيحصل في استوديو اغلب السقة. انا لازم اخد بريك، مش قادر. ايوه بس لا، ما هو الوقت بيعدي يعني. انا يا ريت اديك بريك. صعب طبعا. اول حد هيخلص انا هصفر الفقاره. معتصم خلص. اوف معتصم قرب خالص. لا انا لسه بدري. انا يلا بس مش مهم. صعبه صعبه. طريق الالف ميل يبدا بخطوه. ليك بقى لزق احمد عم بلفه. دي نكته دي. اعمل ايه؟ مش عارف الف. لا يا احمد لو سمحت. معلش خلاص. اوف وكسب معتصم بالجيم. اضرب بفك. يعطيكم الف